ونروح مع حضراتكم لوزارة التضامن الاجتماعي اللي استعرضت اليوم فيلم تسجيلي عن 3 مراكز جديدة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. طبعا يعني الحقيقة الموضوع ده من الموضوعات اللي أنا شخصيا مهتم بيها، ويمكن كان ليا قبل كده برامج وفقرات كتيرة جدا في استضافة أساتذة ودكاترة ومديري مستشفيات لمكافحة الإدمان، وقدمت عدد من الحفلات التخرج من هذه المراكز كنت سعيد جدا بيها، وقلت لأولادنا وإخواتنا اللي بيتخرجوا أنتوا أشجع مننا، إحنا عندنا حاجات ما حتى مش قادرين نعترف بوجودها في حياتنا، مش بس مش قادرين نروح نتعالج يعني. فالحقيقة ده موضوع مهم جدا برضو. أيضا المراكز دي في محافظات البحر الأحمر، مرسى مطروح، بورسعيد، تم افتتاحهم النهاردة خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية في محافظة الإسماعيلية بحضور سيادة الرئيس. تعالوا نشوف جزء ونرجع مع حضراتكم. الدولة المصرية قالت على نفسها إنها لا تقوم بتنفيذ أي شيء إلا ما يكون بشكل يليق بمصر وبالمصريين. البداية كانت في فبراير 2019 لما نجحت تجربتنا في إعادة استخدام أحد أصول الدولة الغير مستغلة في محافظة المنيا بورسعيد. مبادرة كانت الأولى من نوعها، نحول مؤسسة عقابية للأحداث بنات كأصل غير مستغل لأول مركز لتأهيل مرضى الإدمان في الصعيد، بيتم تنفيذه بمعايير دولية عشان يقدم خدمة تأهيل لمرضى الإدمان في الصعيد على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية، ويكون بداية لسلسلة كبيرة لمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظات المحرومة من الخدمة. والنهاردة محافظة مرسى مطروح وبورسعيد والبحر الأحمر جاهزة لافتتاح مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بخدمات متكاملة. تعالوا نشوف مركز العزيمة بمحافظة مطروح واللي بيخدم أبناء محافظات مطروح واسكندرية وبيقدم لهم خدمة متكاملة للعلاج والتأهيل ل 12,000 مريض إدمان سنويا، عشان نرفع عنهم وعن أسرهم مشقة السفر لمئات الكيلومترات لتلقي العلاج بالقاهرة واسكندرية. مركز العزيمة بمطروح هو أول مركز متخصص من نوعه في العلاج والتأهيل على مستوى المحافظة، وبيقدم برامج التأهيل الرياضي من خلال ملعب خماسي وقاعات الجيم، وبرامج العلاج بالعمل والدعم النفسي. وفي نفس وقت تجهيز العزيمة بمطروح كنا بنجهز مركزين للعزيمة في محافظة البحر الأحمر وفي محافظة بورسعيد. مركز العزيمة بمحافظة بورسعيد بيقدم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وبيقدم الخدمة ل6,000 مريض سنويا. أما مركز العزيمة بالغردقة فبيقدم الخدمة العلاجية لمرضى الإدمان بمحافظة البحر الأحمر وقنا والأقصر، وبيضم 3 عيادات خارجية وحجز داخلي، وبيخدم 17,000 مريض سنويا. كل مراكز العزيمة بيها ورش عمل للتأهيل المهني علشان نقدر نساعد مريض الإدمان على اكتساب حرفة بيحتاجها سوق العمل. خلال مراكز العزيمة وبالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بنقدر نوفر قروض لدعم المشروعات الصغيرة لمرضى الإدمان. الحقيقة إن حزمة التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمريض الإدمان بتقلل بشكل كبير من احتمالية انتكاسة مريض الإدمان مرة أخرى، وبتساعد على عودته بشكل قوي وفعال داخل نسيج المجتمع الطبيعي. مراكز العزيمة مش بس وفرت خدمات العلاج للمحافظات المحرومة، دي كمان وفرت فرص عمل لكتير من شبابنا، لأننا اهتمينا إن أولوية فرص العمل تكون لولادنا من شباب المحافظة. رحلة علاج ولادنا وشبابنا من الإدمان هي رحلة لبداية حياة جديدة، كل واحد بيتعالج بيرجع للحياة تاني، ومش بس هو اللي هيرجع للحياة، دي أسرة كاملة بتتولد من جديد. النهاردة بقى عندنا 25 مركز علاجي بيغطي 15 محافظة، بعد ما كان عندنا في 2014 15 مركز علاجي بيغطي 7 محافظات بس.
وده اتحقق بالتشبيك والشراكة الفعالة مع القوات المسلحة ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والجمعيات الأهلية عشان يخدم أهلنا وولادنا، وعشان نقدر نقول لولادنا المرضى احنا جنبكم، عايزينكم ترجعوا أقوى من الأول، وتبقوا دايما أقوى من أي حاجة تضيعكم، تبقوا دايما أقوى من المخدرات. قدامك لسه العمر طويل والدنيا الحلوة بتستناك، في خطوة ما تستناش تأكيد.